سعداء بلقائكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الرياضي الجديد. في ألعاب القوى احتضنت صباح أمس مدينة سكورة النسخة الثانية من نصف ماراثون المدينة الدولي بمشاركة عدائين من 7 دول. ربورتاج محمد بالعالم والتحرير ليوسف سهيلي. سكورة قليل منا يعرفها رغم كونها إحدى أجمل بلدات الأطلس الشرقي، تبعد عن ورزازات بأربعين كيلومترا في اتجاه الجنوب. سباقها الدولي هذا بلغ نسخته الثانية، استقطب قرابة 600 عداء وعداء معظمهم مغاربة والبقية قدموا من 12 بلدا مختلفا، وراوح عددهم 80 ما بين فرنسيين وإسبان وهولنديين وبحرينيين، إضافة إلى ذوي التخصص من قرن إفريقيا. 21 كيلومترا قادت المشاركين إلى طريق الواحات، ركضوا في مجاري المياه ووسط النخيل وفوق الصخر. اقتربت الحرارة من 30 ولم يصمد إلا أبناء الدار. عبد الله تغرات حل أولا. الحمد لله المشاركة ديالي في مدينة سكورة المشاركة ديالي كانت في مستوى عالي من طرف عدائين كينيين اثيوبيين وعدائين مغاربة. الحمد لله الاستعداد ديالي هما اللي خلاني نفوز، وتنشكر بلادي والناس اللي جات ميزة 1200 اللي عطاتني واحد 18 كبير في التدريب ديالي. جمعية واد الحجاج ما كتراهنش على الإطار الثقافي فقط بالنسبة للماراثون، بمعنى أنك كراهنوا على الجانب التنموي بصفة عامة، والريادة فعلا أنك تدخل حتى هي من في المدار التنموي. لدى الإناث كانت كيمون توابيرا أسرع من منافستها المغربيات. العداءة الكينية حلت أولى، سجلت توقيتا قدره ساعة واحدة 12 دقيقة و23 ثانية أمام كل من عائشة باني وليلى فيلا. السباق جيد مر دون مشاكل، المسار صعب وشاق، بلغت خط الختام منهكة القوى، رغم ذلك كان الأمر رائعا. السباق كان في واحد الظروف جيدة، المطاف كان مطاف جيد وجديد هذه السنة دي اللي كمر كله في وسط لابالم وغادي سكورة، وهذه سكورة الناس ما كيعرفوش هذه المدينة، هذه مدينة زعما جميلة. تتويج المغربي الكيني في موعد رياضي تتعدد أبعاده لتصل الثقافية بالتنموي. قبل توديعكم ترقبوا كودي سبور صحبة ابتسام زروق في 9:15. نهاية الموجز، في أمان الله.